معرض وطني مهني للسردي الذي يقام مدينة سطات بداية من الأمس إلى يوم الأحد 21-24 مارس. اليوم الأول تم الافتتاح الرسمي بالطرف معالي وزير الفلاحة وسير الحرير من الكروية والمياه والنباتات. هذا اليوم هذا خصيصا لزيارة الأروقة، لأنه الهدف من هذا المعرض هو خلق ذلك الفضاء ديال تبادل التجارب والخبرات بين المهنيين والعارضين وكذلك السادة الزوار. بالنسبة لليوم الثاني نظم يوم رسمي من تقدير وزارة الفلاحة وسير الحرير من القروية بشراكة مع مجموعة الكرد في المغرب وكذلك المركز الجهوي للبحث الزراعي بسطات وجامعة الحسن الأول. بالنسبة لهذا اليوم الرسمي افتتحت وزارة الفلاحة وسير الحرير واحد العرض بخصوص الاستراتيجية التي تخصها الوزارة الوصية من أجل تنمية وتطوير سلسلة الأغنام وبالخصوص درسنا سلسلة أغنام السردي. بعد ذلك جاءت مداخلة الإخوان ديال مجموعة القرد في الحي المغرب اللي دواو على المواكبة ديالهم للسادة القسابة فيما يخص تنمية وتطوير سلالة السردي. بعد ذلك بداو مداخلات اليوم العلمية مؤطرة من طرف المركز الجهوي للبحث الزراعي تكلموا على الإمكانيات الإنتاجية ديال سلالة السردي وكيفية الرفع من هذه الإمكانيات الإنتاجية. كانت مداخلة ديال الإخوان ديال المدرسة الوطنية الفلاحية بالكنس ثم تكلموا على كل ما يخص البيئة والراعي ديال سلالة السردي. واختتمنا اللقاء مداخلة ديال الدكتورة نعيمة، الدكتورة كتمثل جامعة الحسن الأول بسطات. وفي الأخير تمت المناقشة والإخوان المتدخلين وكذلك اللي وضعوا بعض الأسئلة. وفي الأخير تم اقتراح بعض التوصيات منين وصلوا لاسانتيز نحاولوا نعمموها على السادة الصحفيين باش نعطيكم المنتج اللي خرجنا به في هذا اليوم الرسمي ديال وزارة الفلاحة. أستاذ، ما هي الإضافات التي يمكن أن يقدمها هذا المعرض للفلاحين؟ بالنسبة للإضافات اللي غيقدمها هو بصفة مباشرة غيقدمها للسادة القسابة، لأنه من بين أهداف ديال هذا المعرض هو الاحتفاء بهذا سلالة السردي، لأنه ولا واحد العشق دافين ما بين الكساب والقسيبة. وحنا خصنا هاد الكسابة هادو اللي كيشتغلوا في الخفاء واللي كيوجدوا لنا أنه واحد المنتوج جيني، حيتاش كاين فرق ما بين الحولي اللي كيتسوق في الأسواق في مناسبة عيد الأضحى وكاين داك السردي اللي كيكثروا منه الماشية. وهاد الكسابة هادو كيشتغلوا في الخفاء وفي صمت مع شح التساقطات وقلة الموارد العنفية. الدولة في الشق المتعلق بصندوق التنمية الفلاحية كتعطيهم واحد الإعانات من أجل التكتير ديال الماشية سين في السردية وكذلك باقي السلالات المغربية. بالنسبة للاستراتيجية مخطط المغرب الأحمر والشق المتعلق بصندوق التنمية الفلاحية اللي كيوفر واحد غلاف مالي خاص من أجل التشجيع ومساعدة الفلاحين والعموم والكسابة على الخصوص من أجل الاستثمار في المجال الفلاحي. بالنسبة للكسابة اللي كيشتغلوا في التكتير ديال سلالة السردي أو لا باقي السلالات الأخرى واللي كينداويو تحت لواء الجمعية الوطنية للمنتوج الأغنام والماعز، كيكون عندهم كل سنة واحد المظاهرة ديال الانتقاء ديال أجود رؤوس الماشية. هذيك رؤوس الماشية كيتحطوا بها واحد المحضر في لجنة الوشم والانتقاء، على الأساس ديالو كيتم إيداع ملف ديال الإعانة في الشباك الوحيد ديال المديريه الاقليميه. كيتدرس داك الملف كتعطى اعانات عن انتاج كل راس ديال السلاله خالصه عندهم ما بين 750 حتى 800 درهم، الاناث 750 وعن كل ذكر 800 درهم. كذلك كاين بعض المساعدات الماليه من اجل بناء الحواضر والاسطبلات. بالنسبه كاين الاسطبلات اللي كيكونوا مغطيين ودايرين الدلاج في الارض كيكون 200 درهم للمتر المربع. بالنسبة للزرايب كتكون من بين 75-80 درهم للمتر المربع. كذلك الكسابة والفلاحين عندهم إعانات خاصة بسقي التنقيط، اللي عندهم أقل من 5 هكتارات ممكن يستافد من 100% من الإعانة. بالنسبة اللي عندهم أزيد من 5 هكتارات كيستغلوها أو كيملكوها عندهم إعانة في سقي التنقيط 80%. كاين إعانات في المعدات ديال الانتاج الحيواني وكذلك المعدات ديال الانتاج النباتي، حتى هي كيتراوح السقف ديال الاعانه ديالها ما بين 30-40%. كاين مساعدات من اجل تحسين الاراضي العقارات
بحال مثلا عملية قلع الأحجار باش نصلحوا من دوك الأراضي ونردوها ذات جودة عالية، بالإضافة إلى برنامج الندوات اللي كتنظم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كاين برنامج موازي خارج القاعة بالضبط في القطب المتعلق بالمشية، حيث جهزنا واحد الحلبة من أجل المنافسة التدريب بين جميع القسامة، تم تعيين واحد اللجنة ديال الانتقاء والوشم باش تختار ما بين العارضين أجود رؤوس المشية، عندنا 24 جائزة لكل كساب، 24 كساب كلهم غياخذوا جوائز، أحسن فحل درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، أحسن نعجة درجة أولى ثانية ثالثة، أحسن خروفة درجة أولى ثانية ثالثة، وأحسن خروف درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة. عندنا جوج أصناف ديال الكسابة، الصنف اللي هو مؤطر من طرف الجمعية الوطنية للمربي الأعلى والمميز، وكان عندنا واحد 60 كساب تما عارضين المنتوجات ديالهم، هذوك كسابة مؤهلين مؤطرين من طرف الغرفة الجهوية للفلاحة الدار البيضاء سطات، وكذلك كنتبعوهم عن طريق المديرية الإقليمية للفلاحة ديال سطات. هاد اليوم هذا جاء الدور ديال هاد اللجنة ديال الوشم والانتقاء باش تشتغل مع الكسابة المؤهلين، وهاد المساء إن شاء الله ما بين الرابعة والسادسة مساء غادي نديرو واحد البيع بالمزاد العلني باش نعرفوا القيمة ديال الفحول اللي هي معروضة. بالنسبة للغدا إن شاء الله غيجي الدور ديال الكسابة المنظمة تحت لواء الجمعية الوطنية للمربي الأعلى والماعز باش تختاروا منهم حتى هما أجود أحسن رؤوس المشية، وغيكون العدد ديال الكسابة اللي غيتوجو حتى هما 12، يعني في اليوم الأخير يوم الأحد ما بين 10 و 12 إن شاء الله غادي نحتفيو ونشجعوا دوك الكسابة 24 إن شاء الله اللي تفوقوا، وباش نشجعوهم من أجل بذل مزيد من المجهود، وكذلك الباقي الكسابة باش حتى هما يطمحوا أنهم يوصلوا لهذا المستوى إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي الله فيك. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.